نعم سيد صالح، ابقى معي، عود للسيد فيصل الباقر، تحية لك من جديد. سيد الباقر، اليوم كذلك هناك في الفاشر عاصمة شمال دارفور قصف بالمدفعية للأحياء الغربية للمدينة ومحيط الفرقة السادسة مشاة تابعة للجيش، وهناك رد كذلك من الجيش. كيف تقرأ الوضع اليوم في الفاشر على المستوى العسكري بين الجانبين؟ الوضع العسكري في الفاشر ما يهمني فيه أكثر هو الوضع الإنساني. هذه الحرب ظللنا نقول أنها حرب لن ينتصر فيها أي من الطرفين ويحقق انتصارا نهائيا. ما يهمنا نحن في حرق حقوق الإنسان السودانية وفي الصحافة وكمواطنين سودانيين أن تتوقف الحرب وأن يتوقف الطرفان، إذا كان الجيش أو الدعم السريع، يتوقفوا عن استهداف الأعيان المدنية واستهداف المدنيين. وهذه الحرب ثبت بالضرورة أنها ليست الآن لم تعد حرب بين الطرفين فقط، ولكنها حرب من الطرفين على المواطن السوداني، إذا كان في الفاشر أو كان في سنجا أو كان في النيل الأبيض أو كان في القضارف وإلى آخره. إذن الشيء المهم أن يلتزم الطرفان بما التزموا به في جدة واحد وجدة اثنين بوقف هذه المعارك العدمية التي يستخدمها للأسف الطرفان كمحاولة ليقودهم وموقفهم التفاوضي وهم ذا سويسرا في 14 أغسطس. هذا خلل وهذا تفكير غائبي سيء جدا. يجب على الطرفين أن يلتزما بعدم إطلاق النار والانتظار ما سيحدث في سويسرا. يعني سيد الباخر أنت طرف طرفين لهذه المعارك وهذه المآسي. قضيتنا الآن ليست وقف الحرب فقط، أو عفوا ليست وقف إطلاق النار فقط، ولكن وقف الحرب وفتح المسارات الآمنة للمواطنين للخروج من مناطق الحرب وإيصال المساعدات وكل هذه الأشياء. للأسف الطرفين لم يلتزموا بها، وهي التزامات سابقة إذا كان في جدة واحد أو جدة اثنين أو حتى في المشاورات التي تمت مع الرؤساء الذين وصلوا إلى بورسودان وما حميتي حينما كان يخرج خارج السودان. طيب هذه نعم سيد فيصل، نعم سيد فيصل، عندما تحدث عن الدعم السريع فهي ميليشيا تمردت على الدولة وتصفها بأنها ترتكب جرائم وضد الأعيان المدنية، لكن وهذا طبيعة الميليشيات بشكل أو بآخر، وإن كانت ضد القانون الدولي وضد الأخلاق وضد الإنسانية وضد كل شيء، لكن عندما تحدث أن الجيش كذلك يفعل هذا الشيء نفسه فهذا اتهام كبير للجيش.